ليالينا نغمس انا محلى غيف وسمر والبوح ويا ليالينا نغمس انا محلى غيف وسمر والبوح ويا زين يا وطن زين زين يا وطن والحب عطايا بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير وبكل محبة وكل سعادة، ولا زالت الأفراح مستمرة في بلد الفرح والسعادة. 18 نوفمبر أحلى الأيام وأجملها في نوفمبر، المناسبة مناسبة العيد الوطني 47 المجيد، وعشنا لحظة أيضا رؤيتنا لسيدنا مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أعزه الله، وكانت حقيقة فرحة كبيرة غامرة داخل السلطنة وخارجها، ولا زالت هذه الاحتفالات مستمرة، ولا زلنا أيضا في برنامجنا ليالي نوفمبرية من هنا من المزن مول في الحيل الشمالية ولاية السيب بمحافظة مسقط عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. يمكن كان المفترض أن نكون معاكم يوم السبت، لكنها يوم المناسبة 18 نوفمبر، والإذاعة كانت متواصلة منذ البداية، بداية الصباح من 7:30 إلى تقريبا الساعة 1 من صباح اليوم الثاني على الهواء مباشرة، الإذاعتين الإذاعة العامة وإذاعة الشباب، وحاولنا بأن نقترب أكثر وأكثر منكم ومن المناسبة ومن المستمع ومن ضيوفنا أيضا ليعبروا عن فرحتهم وسعادتهم بهذا اليوم. حياكم جميعا عودة من جديد من هنا من المزن مول، وحلقة بكل تأكيد مميزة بضيوفها واستماعكم لبرنامجنا. هذه أجمل تحية من فريق البرنامج في الإشراف العام هلال المشيفري، الإشراف الهندسي المهندس يونس بن حبيب المسافر، مهندس سعود بن أحمد الحراسي، مهندس النقل الخارجي مهندس حسن الحسني، مهندس سلطان الرواحي، مهندس سالم الشيدي، مهندس يوسف البلوشي، هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس المنتصر الجهوري، في الإعلانات والتسويق فيصل البلوشي ومحمد الشريقي، دائرة الإبداع والابتكار يوسف الزجالي، تصميم الرمزيات شمسة السليمية، لها تحية شمسة مبدعة أيضا، ومريم الفارسية. مساء الخير يا مريم. مساء النور بنور عمان وبهجة قلوب كل من سكنها وكل من يدعو لها وكل من يرجو لها دائما كل الخيرات، ومساء نوفمبري نجدد فيه الليالي الشتوية الرائعة اللي تبث فينا دائما مشاعر السكون والحنين، ولأنها ليالي أيضا مميزة في نوفمبر أيضا تجدد الحب والولاء والعرفان وكل الانتماء لهذه الأرض. حياك الله يا مريم، وما نعرف التفاصيل كل تأكيد ما نعرف تفاصيل أيضا ضيوفنا داخل الاستوديو ومعاك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كان على تويتر أو من خلال أيضا
الانستغرام ونوجه فاتح لايف ايضا وتحيه لهم لايف وكل التحايا لهم وان شاء الله كل ايضا تعليقاتهم واسئلتهم راح نطرحها. وفي حد كان كاتب لي مريم اريد مصممه ازياء جميله، انا اقول لكم اليوم ضيفتنا اجمل وخليكم مع ضيوفنا المتنوعين. خلاص اذا هذه اول الاشارات ان ضيفتنا معنيه ومتخصصه ومختصه بالازياء والتصميم، ولها ايضا انا اتوقع كذا خصوصيه خاصه للمناسبه. ايش هي بعد شوي ان شاء الله. هذه تحيات في المتابعه والتنسيق عبد الله بن مختار البلوشي. بردان تو الناس تو دخل الشتاء بعده، وعزان البلوشي. هذه تحياتي انا خالد الزجالي وفي الاخراج خالد بن درويش اولى الثاني. عماني وأنا اليوم عماني وغدا أبقى عماني ومدى الدهر عماني. بالأمس عماني وأنا اليوم عماني وغدا أبقى عماني ومدى الدهر عماني. أنا مهما عشت بالعلياء أنادي، أنا مهما غبت لن أنسى بلادي. أنا مهما عشت بالعلياء أنادي، أنا مهما غبت لن أنسى بلادي. وترعرعت وفيا أبتديها بفؤادي، وترعرعت وفيا أبتديها بفؤادي. فعمان هي اسماء ما عرفنا من مبادي، فعمان هي اسماء ما عرفنا من مبادي. بالأمس عماني وأنا اليوم عماني وغدا أبقى عماني ومدى الدهر عماني. كنت بالأمس عماني وأنا اليوم عماني غالي. كلنا لا يبتغي غير المعالي، كلنا يدرك إن العز غالي، كلنا لا يبتغي غير المعالي. كلنا هي لن تأتيك يسرى، هي لن تأتيك يسرى، إنما تأتيك قسرى. هي لن تأتيك يسرا، إنما تأتيك قسرا. وتيقن للمعالي، وتيقن للمعالي، وتيقن للمعالي، وتيقن للمعالي. جاء قابوس ينادي، ينادي، جاء قابوس ينادي.
مرحبا بكم جميعا من هنا من المزن مول عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وليلة أخرى من ليالي نوفمبر، والاستهلال كان مع الفنان حكم عايل رحمة الله عليه، وأغنية الأشهر كنت بالأمس عماني من كلمات الأستاذ الكبير رحمة الله عليه الأستاذنا عبد الله بن صخر العامري، واللحن كان للدكتور عبد الرب إدريس. من أجمل ما كتب أستاذ عبد الله صخر، ومن أجمل ما غنى أيضا المرحوم حكم عايل. ويمكن ملاحظين من بداية نوفمبر هذا هو اسمنا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهذا هو شعارنا في الإذاعة والتلفزيون، ومدى الدهر عماني. على فكرة حكم عايل رحمة الله عليه شكل ثلاثي مع ضيفنا ومع أيضا الفنان القدير يعقوب نصيب، وصالوا وجالوا في تلك الفترة، وعملوا ربما اللي من عمل في ذلك الوقت، واجتهدوا ليقدموا مجموعة من الأغاني الوطنية، وشاركوا في مناسبات داخلية وخارجية، لدرجة أن الواحد منهم ربما يدفع من جيبه فقط ليقدم شيء للوطن. اليوم عندنا ما نسمع طرب، ما نسمع وطن، ما نسمع ذكريات جميلة في السبعينيات، ما نسمع عن الحفلات كيف كانت في ذلك الوقت، وكيف كان أيضا وزارة التراث، وجنب وزارة التراث ويتذكر ضيفي أن في كان مسرح رغم أنه كان صغير في بنيانه، لكنه كان كبير بمعناه، وكبير أيضا بضيوفه، وكبير بفنانيه، إن كان مطربين ملحنين أو كتاب للأغنية. وعندنا يا مريم أيضا مجال آخر وخصب أيضا لمجموعة من شبابنا اللي استغلوا هذه المناسبة ليبدعوا فيها. ممكن نقول أن هذا الاستغلال هو خير ما يمكن أن يقال عنه في الاستغلال، لما أنا أستغل موهبتي وأستغل فكري وأستغل أيضا خبرتي في أني أبدع بكل ما عندي من طاقة وبكل ما عندي من انتماء وصدق وإبداع، من أجل أن أري أيضا صورة وطني في أعمالي وأيضا في إبداعاتي المختلفة. وضيفتنا خير مثال على الشباب العماني المعطاء دائما. وأتوقع إذا ما استغل شبابنا هذه المناسبة ليبرز موهبته، أنا أتوقع يفات الشيء الكثير. بس شبابنا فعلا ما فاتهم أبدعوا، والتنافس كان تنافس يعني شريف جدا، راقي جدا في أبهى صوره، وأيضا تنافس داعم، أنا منافس وأنا أدعم الآخر، أنشر أعمال الآخر، أخذ من الآخر، يكون عملي أيضا مجموعة من المواهب المختلفة اللي اجتمعت تحت رسالة واحدة، يوم وطني مجيد لعمان. عمل بنت خالد الحسنية خير مثال وخير ممثل أيضا لشبابها الوطن من الجنسين، قدمت شيء أيضا مميز بهذه المناسبة. مساء الخير، أهلا وسهلا بك ومنورتنا في برنامجنا. أهلا، مساء النور. أول بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على الاستضافة، وأحب أهن الجميع بالعيد الوطني 47 المجيد. نعم. أهلا وسهلا بك. إحنا يمكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نتعرف على شبابنا قبل أن نلتقي بهم. مريم، يعني أنت أتوقع لفيتي صفحتها على الانستغرام صورة وحفظتي كل اللي تقدمه أمل من خلال هذه الصفحة. أنا ما بس زرت حسابها، أنا زرت أيضا بيت أمل الإبداعي. أوه. وأيضا ارتديت من عند أمل يمكن تقريبا من سنتين، وأنا أيضا ارتدي في أعمالي الإعلامية من أمل، واللي سمت أيضا بوتيكها بتماني على اسم طفلتها الجميلة تماني، اللي يمكن ليش رأيك شيء أنا أروح أكمل كوفي مالي وارجع؟ لا ما دامها خلاص. لا
ما بقيتي شيء. ايوه نحن استاذ رحتي للبيت ولبستي وتعرفين تسمية الاسم. ايش رايك انت تتكلمين عن كيف اخترتي هذا الاسم يا مريم لي؟ لا والله انا ايضا امل تعرف في زيارتي لها قلت لها ايش يعني تماني؟ قالت لي اسم اسم بنتي. ايوه اسم جديد شكله. ايوه متفرد تقريبا. متفرد. تماني هو من التمني من الامنيات. من الامنيات. ايوه. هل كان عندك امنيه في يوم من الايام تكونين رائده اعمال؟ هل كانت عندك من الاماني انك انت يكون لك محل ولك ناسك وجمهورك ربما مثل مريم الفارسيه وغيرها من البنات؟ ايوه لي، لاني انا من طفولتي وانا احلم اني اكون كمصممه ازياء. درست تصميم ازياء. درستي؟ درست ايوه تصميم ازياء. خلصت دبلوم والحين اكمل الدراسه وان شاء الله. في نفس المجال هذا؟ في نفس المجال تصميم ازياء. ما كان مستغرب من البدايه يعني اسره اهل صديقاتك انت وين رايحه؟ يعني الشباب رايحين تجاره واللي رايح بزنس ياخذ واللي 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 انت تاخذين تفصيل؟ بالعكس. ما سمعتي هذا الكلام؟ لا بالعكس كان تشجيع الصراحه. تشجيع من رايح. الكل. ايوه كان تشجيع من الكل. وهذا اللي حمسني اني انا يعني اروح وادرس واكمل. انت عندك كانت الهوايه مثل أيوة. اي بنت. ايوه بالضبط. يعني اكيد تختار ملابسها اكيد تكون أيوة. مع الخياطه اكيد تصمم بعض أيوة. الاشياء. ايوه كنت بروح اصمم. بروحي؟ بروح اصمم. بس وصلتي لدرجه انه والله ليش لا؟ ليش ما انا اكون بنفسي انا المصممه أيوة. وصاحبه محل في يوم من الايام؟ بالضبط. واتجهتي الى الدراسه؟ ايوه. قلنا ما في اشكاليه على اقل تقدير نظره صديقاتك لك، البيت اليوم مشجع صح؟ بالضبط. صديقاتك الكل يشجعني على الاستمرار والمواصله في التصميم. هذا ربما بعد ما شافوا نجاحاتك، لكن في البدايه بالعكس من البدايه قالوا لك والله وين رايح الطريق؟ ربما ان في منافسات ومنافسين من الجنسيات الاخرى اليوم موجودين. هو اكيد في منافسين بس في النهايه يعني الواحد كل مصممه تتميز بشيء معين بتصاميمها. طيب أمل حسني بإيش تتميز اليوم؟ إذا قلتي لي إن في السوق اليوم مجموعة إن كانوا من زميلاتك وبنات بلدك أو الآخر أو الجنسيات الأخرى اللي موجودين اليوم وربما مسيطرين حتى على هذا المجال. طبعاً أكيد أتميز اللي هو بالطباعة على الأقمشة والأقمشة الحرير والقصات نفس الشيء العبايات. يعني مثلاً أنا عندي بداية بدأت اللي هو بال الطباعة على الأقمشة وكنت بعض الصور اللي هي من معالم عمان بالعباية معي وبعض الصور يعني أنا التقطها. تلتقطين وفيما بعد تصممي صح؟ أيوة أصمم. عندك يعني ربما هوس بهذا الموضوع؟ نعم. أيوة. لكن بعض التصاميم ربما أنت ترسمي او أيوة. ربما تخططي. بالضبط. تلجئي الى مواقع، تلجئي الى مجلات، جرائد متخصصه عن هذا الموضوع. بالضبط ايوه تلجئي. ايوه بس بالضبط. ما تبعدي عن خصوصيتنا العمانيه. لا طبعا هذا شيء اكيد. هذا شيء اكيد احنا ناخذ من الطبيعه العمانيه اللي عندنا ما شاء الله يعني. ايوه للمناسبه اكيد لها خصوصيه مناسبة طبعاً. العيد الوطني أكيد. ونوفمبر وكذا. استعديتي من فترة؟ أيوة الحمد لله والحمد لله كان ما شاء الله ردة فعل كثير حلوة من الكل يعني ما شاء الله. كانت التصاميم هي عبارة عن الألوان تميز اللون العلم الأحمر والأبيض والأخضر. مزجتيهم مع بعض؟ مع بعض أيوة حبيت أني أميز نفس الشيء يعني. انتباه نتوقع أيوة. يعني هي أساسا ألوان العلم ملفتة. ايوه بالضبط. طيب كثير من الاخوات ربما اللون السائد الالوان المعروفه الوان العلم الاحمر والاخضر بالضبط. والابيض بالضبط. بس هل اليوم انا اعرف وهي تحديدا مريم بتقولي بعدين هل اعرف ان هذه هي امل حسنيه بالضبط. هذه امل يعني ربما اللي في السوق وايد ماخذين الوان العلم. ايوه بالضبط يعني ممكن انا اختلف بتصاميمي تصاميم. بطريقه التصميم نفسه وبالالوان نفسها ويعني بالتصميم نفسه هو. ما عملت للاطفال الصغار؟ في عندي مجموعه عندي مجموعه للعيد الوطني للاطفال الصغار عملت نفس الشيء اللي هو فستان العلم. من اي عمر؟ من عمر سنه ل 12 سنه. شفتي ايضا في اقبال؟ الحمد لله كان كثير في اقبال وفي رده فعل حلوه كثير من الكل.
وردة فعل مريم الفارسي كيف كانت؟ كانت ما شاء الله عليها. عاجلة ولا بتجامل الحين على الهواء؟ لا مريم ابدا ما تجامل. استاذ خالد يظن اني اجامل بعدين نشرب كوفي ونتفاهم على الموضوع. لكن الجميل ايضا انه امل ذكرت قصة التقاط الصور، واللي هي ايضا ممكن نقول ان المصممين العالميين ايضا يلجؤون الى هذا الاسلوب حتى تكون القماشة ببصمة المصمم ذاته. والتصميم ايضا احيانا تكون في قماشة شائعة لكنها من تصميم مصمم، لكن الصورة هي ايضا تعطي انطباع عن ايضا توجه وعن ايضا عنوان المجموعة، عن عنوانة المجموعات. امل، كيف تختاري القصة في الكوليكشن او في المجموعة المحددة اللي تحبي انك تطرحيها في السوق؟ هو على حسب الكولكشن اللي احنا ننزله. مثلا الحين عندنا الكولكشن العيد الوطني اللي هو كولكشن العلم، لانه يميز الالوان العلم الثلاثة، الابيض والاحمر والاخضر، فهذا اللي يميز هالمجموعة حاليا عندنا. وكل كولكشن لها مسمى. ايش المسميات اللي ممكن نحن ايضا تستحضريها معانا وممكن ايضا نعرف فيها المستمع الكريم كل مسمى والمميز اللي كان فيه؟ مثلا انا عندي كل عباية تتميز بمسمى، عندي عباية قصر العلم، عندي عباية برج العرب، عندي عباية يعني اللي تتميز، كل عباية تتميز بشيء معين. ايضا امل، من الجميل لاحظنا اهتمامك الدائم وحرصك المستمر على ان مثلا جلسات التصوير ما تكون بصورة تقليدية ممكن تعرفنا عليها، حريصة دائما على التفاصيل. تحضيراتك لجلسات التصوير من البداية الى النهاية، كيف تخططي لكل هذه الامور؟ ومن هم الفريق الداعم لك لمشروعك؟ بداية يعني بداية التصوير أول شيء أهتم اللي هو بالكولكشن، إيش شو يعبر بالضبط. يعني عندنا الحين كولكشن العيد الوطني، عبرنا عن إنه رحنا عملنا فيديو عن الكولكشن العيد الوطني في الأماكن المميزة اللي عندنا. ونفس الشيء ما شاء الله اللي عندي الجروب اللي عندي ما شاء الله ما حد يعني ما شاء الله وقفتهم معاي، هم اللي طلعوني ما شاء الله عليهم. مثلا في الفيديو عندنا وفي الصور في التصوير نفس الشيء، العارضات، الموديل، خبير التجميل، وما شاء الله. يعني ايش هي المواسم اللي تسعى دائما امل الحسنية ان يكون اسمها متواجد سواء كان في المعارض المحلية عندنا او في الدولية المختلفة؟ ايش هي المحافل اللي دائما تسعين انك تتواجدين فيها؟ هي مثل المناسبات، احب ان يكون في المناسبات اكثر شيء كظهور لي، هذا اللي افضل. مشاركاتك الخارجية أكيد عطتك ثقافة جديدة. أيوة. أفكار مختلفة أيضا. أيوة. هل في تعاون قمت فيه مع مصممين آخرين حتى من خارج السلطنة أثر إليك وأيضا لتطورك على مدى سنوات؟ أيوة كثير، كان في تعامل كثير عند مصممات من خارج السلطنة، وللحين يعني إحنا متواصلين مع بعض. هل أيضا سعيتي أنك تدمجي مثلا تفاصيل العمانية مع تفاصيل أخرى عشان تبرزي أيضا تصميم خاص فيكي؟ أيوة بالضبط، دخلت التصاميم اللي هي من الدول الأخرى، التصاميم العمانية، دخلت الشكل العماني، دخلت مثلا اللي هو حاليا عندي القفطان المغربي كثير يعني دارج معي، وعملت فيه اللي هو الشكل العماني، التطريز العماني، كي يميز أنه هذه أخذت من الخارج ومن الداخل نفس الشيء. دائما أي مصمم، أي شخص مقبل على سوق خصوصا في مجال ممكن نقول أنه فني تجاري، يسعى إلى دراسة جمهوره. أنت معايير دراستك للجمهور على نجاح عملك على أي معايير تكون مبنية؟ والله على حسب الطلب، الطلب نفسه هو يعني الزبائن شو هو يطلبون، شو المتوفر في السوق، هذه الأشياء يعني أكثر شيء. تدرسي أيضا، كل شخص إلى مصدر إلهامه. أيوة كل شخص لي مصدر، وكل واحد يعني على حسب أمل من أين يعني تأخذ هذا الإلهام لمجموعاتها؟ من الطبيعة العمانية، وأنا هذا الشيء اللي أركز عليه في عملي في طريقة التصميم، وأني أظهر بتصاميمي من الطبيعة العمانية. لا مذاكرة مريم. أهم شيء إن أستاذ خالد حفظت الدروس. لا لا أنا بخليها هي تتكلم عني. لا 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 يعني بالتفاصيل، التفاصيل بعد مذاكرتني جيد يعني. والجميل أيضا أستاذ خالد إن أمل ما تخلي الإنسان يحتار، مجموعتك متواجدة أيضا مع ممكن للمحجبة مع حجابها مع الإكسسوارات الخاصة فيها، يعني أنت ما مع تحتاج الأطفال أطفال مع الأطفال أطفال ومع أيضا
ايضا يعني دارسه مجموعتها حرفيا بالشكل الصحيح. وهذا شبابنا. هاي شبابنا يستعدوا لهذا الامر ويروجوا عن انفسهم بشكل كثير ممتاز، وسوقهم اليوم من غير اي قلق انه والله بينافسني وافد ولا محلي قريب من محل، وابدا انطلقوا، والدعم منا احنا لكم بالفعل. يا شباب محتاجين هذول الشباب الى وقفه مجتمعيه، ما بينجحوا الا اذا احنا وقفنا معهم بالفعل. انت يا مريم وقفي، انا بوقف، عبد الله، فلان، سين، صاد، عين من المواطنين، لازم نوقف معهم بالفعل. ما نقول هذول الشباب ويا اخي خليهم ويمكن ما يعني ما نعرف بضاعتهم كيف، لا بضاعتهم ممتازه وزينه، فاذا شجعتهم بيستمروا. والتشجيع للاستمرار ايضا للمستقبل، سؤال مستقبلي لامل الحسنيه، دائما الازياء والمصممه تسعى انها ترافق المراه او الفتاه اللي تصمم لها في شتى مناسباتها، هل ممكن نشوف الزي العملي اللي يعني يمكن الزي العملي اللي ممكن نقول مش العباءه، زي عملي اخر للسفر، للاجتماعات، لاشياء اخرى حاضر في مجموعتك، كونك انت ركزتي على الاطلاله التقليديه والعبايه اكثر حاجه؟ إن شاء الله بإذن الله، لأن أول كانت بداياتي هي العباية والعباية المطبوعة، وبعدين درجت رحت للفساتين البسيطة، وبعدها رحت للجلابيات إن شاء الله يعني. أيضا الزي العماني التقليدي. والزي العماني التقليدي بالضبط. جميل يا أمل، وأيضا الأجمل هو انتقائك للألوان وللتطاريز الجميلة المميزة اللي بالفعل تخلي الإنسان يعني يفخر بالقطعة اللي يرتديها. وإحنا فخورين أن معانا أمل ومعانا مجموعة من الشباب الرائع اللي فعلا نكتشف يوم بعد يوم أنهم مميزين، وكل واحد قاعد يشق طريقة بشكل رائع وجميل. الله يوفقك إن شاء الله. شكراً جزيلا. العفو. وإن شاء الله دائما من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. عمل حسنية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. جزاك الله خير. نتواصل إحنا على الهواء مباشرة في المزن مول، وهذه الجود للعود يهدوك أيضا كذا هدية تستحقين الأكثر إن شاء الله، فلهم التحية والتقدير من المزن مول على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وبيوضح ضيفنا في هذه الأغنية، نتابع على الهواء. لك حبي يا بلادي ووفائي واعتقادي، وسأمضي باجتهادي أسبق الريح مجيبا. أنت غاية الأمان، أنت راية الزمان، فيك يسمو للعينان شعبنا الحر نجيبا. أنت غاية الأمان، أنت راية الزمان، فيك يسمو للعينان شعبنا الحر.
مرحبا بكم جميعا. لك حبي يا بلادي والحب دائما لهذه الأرض الطيبة. شادي عمان هذا الاسم الجميل اللي رافقنا من السبعينيات، غنى كثير للوطن، غنى كثير لهذه الأرض الطيبة، شارك في كثير من المهرجانات الداخلية والخارجية، ما كانت تمر المناسبة إلا شادي عمان كان موجود فيها، إن كان من خلال أغنية مسجلة أو من خلال مشاركته مع الفنانين زملاء من الفنانين في حفلة من الحفلات اللي كانت تقام في السبعينيات وتوقع حتى إلى الثمانينيات وبداية التسعينيات. شادي عمان هو جاسم عبد الله ضيفنا الليلة. منتعرف على يا ميمونة، الأغنية أيضا المعروفة لشادي عمان، الفرحة الكبرى من الأغاني أيضا الحلوة، غني يا دانا وافرحي يا مسقط، هذه من كلمات وألحان يوسف المهنة، دكتور يوسف المهنة. دق الطبول العيد أقبل، بذكر في هذه الأغنية، ولك حبي يا بلادي، ومجموعة من الأغاني الأخرى. يرافقنا على العود نصيب يعقوب نصيب، كلنا نتذكر يعقوب نصيب وأغانيه أيضا الوطنية والعاطفية الشهيرة ومشاركته في الكثير من المناسبات الداخلية ويمكن الخارجية. الأشهر مشاركته في لندن كان في عام 1983، سالم بن علي أبو هشام الله يقوم بالسلامة ويرجع إلى الوطن إن شاء الله، سالم غانم يعقوب نصيب، وكان أيضا الفنان الكبير أبو بكر سالم. نصيب يعقوب نصيب اليوم ولده هو اللي ماسك العود، وبنسمع الصوت وبعدين لكم يعني الحكم فيما بعد. وعندنا أيضا على الإيقاع يقظان، يقظان القرني. شادي عمان سيد جاسم عبد الله أبو محمد، مساء الخير. مساك الله بالنور السادية، أهلا وسهلا، فرصة سعيدة صراحة. إحنا اللي أسعد. الله يبارك لي بيك. أنا اللي فرحان اللي شفتك أول شيء، وسعيد إني شفتك. الله يطول بعمرك، وهذا من طيبكم وواصلكم وانت بهالروح الإيجابية الجميلة. بعدكم شوية ذكرتونا يعني لا 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 لا. السعيدة الحلوة أنت موجود، الله يعزك، دائما في الذاكرة وموجود بأغانيك وموجود بحسك الوطني الجميل، وتربينا وكبرنا على أغانيكم الوطنية الحلوة، لك حبي يا بلادي وغيرها وغيرها من الأغاني. كأنك ماخذ راحة مثل اللي بين شوطين وياخذ له شوية راحة عشان يبدأ. لا هي وين شادي عمان؟ هي راحة يعني ما تقول خذتها خلاص، لأن هذا كل إنسان لما، وأنا ما بقول هواية، بقولها أن هي حاجة داخلة في دمي موجودة. كل واحد الله ما أعطاه موهبة لها حد معين زمن معين، بعدين يتأخر شوي شوي يعطي المجال للآخرين، وهكذا هي بدايتكم كانت جميلة رغمكم يعني بدأتوا في فترة كانت صعبة، لكن كانت عندكم إرادة وكان عندكم عزيمة وكان عندكم إحساس بالمسؤولية أنكم لازم تكونون موجودين وتشاركون الناس هذه الفرحة بأغانيكم الوطنية. هي البداية لابد أن تكون صعبة لأي فنان، بعد نرد عليه لأي فنان لازم تكون صعبة، لأن البداية ليش صعبة؟ الفنان مثل الطفل، كيف لما يبتدي يمشي وكيف لما يبتدي يكبر وكيف وهكذا تدريجيا. فاحنا فعلا في البداية كنا مكونين، ما نقول مكونين، الصدفة اللي جمعتنا احنا الثلاثة بين الأستاذ الله يرحمه حكم عايل، الله بمروان، الأستاذ يعقوب نصيب، وأنا من كنت من ضمنهم، كان من ضمنهم بعد مجموعة عوض حليس، مجموعة كبيرة صحيح يعني، مسلم بن علي، مسلم بن علي، سالم محاد، سالم محاد بعدين جانا، بعدين سالم أنتوا قبل سالم محاد، إحنا قبل. تحية لي سالم، تحية ليهم طبعا، وأبو هشام اللي هو الفنان سالم بن علي، سالم علي بعد نفس الشيء بعدين طلع يعني بعدين نحن. إذا أنتوا المؤسسين، إحنا المجموعة الأولى اللي كنا الله محمد حبريش، محمد حبريش ومسلم بن علي، مسلم بن علي
وحكم رحمة الله عليه ويعقوب وأنا معهم وعوض وعوض حليس عفوا وفي مجموعة كانت هم هذلك أكبر عنا سالم طبعاً. راشد الصوري سالم راشد الصوري رحمة الله عليه سالم راشد الصوري طبعا هذا أستاذ للخليج كله وليس صحيح. بس يعني صحيح. هذا هو اللي طلع الأغنية بالضبط سواء في عمان أو ما قبل عمان يعني وحمدان الوطني ومحمد حمد ودقاش حما يلقبوبة معروف الله يرحمه ومجموعة والمسقطي مبارك محمد راشد الله يرحمهم يعني هاي كلهم يعني واحد احنا نتذكر اذا نتذكرهم والله ببكي الله لان صداقة وجلسة وابتدينا يعني مع بعض بالاعلام عملته بس شغل الى اليوم نتذكره عفوا الى اليوم الشغل نتذكره طبعا هذا الى اليوم القديم هو يتم لو مهما تكون ايه القديم يتم بالضبط يبقى هذه المناسبة اليوم نوفمبر 18 نوفمبر 19 20 21 قبل 15 نوفمبر 14 نوفمبر بايش يذكر شادي عمان والله في تذكرنا كنا زمان يعني قبل العيد الوطني تقريبا بشهر اي عيد وطني احنا المجموعه كبيره يعني وليس واحد اثنين يعني المجموعه اللي طريناهم في البدايه مجموعه كبيره مثل ما اقول قبلها بشهر نخلص امورنا مال الاغاني الوطنيه ايش نوعيه الاستعداد كان تدوروا على كلمات ندور على اللحن ندور على من بيسجل لنا اي عاد صعبه هذه الايام وين نروح وين نجي لكن جزاهم الله خير وزاره الاعلام سابقا يعني ما مقصرين فينا حقيقه يعني وزاره الاعلام قايمه بدورها باجمل وجه تستاهلوا والله تستاهلوا يعني حزون لنا الاستوديو حزون لنا حتى الفرقة يعني إذا ما في فرقة احنا ندبر لنا داخل إذاعة وفي سنة من السنوات أو في ما بعد كانوا يسفروكم إلى القاهرة هذاك عاد بعدين هاي بعدين في الثمانينات صحيح نتكلم عن السبعينات المرحلة الصعبة هذه لا هذيك الثمانينات فعلا كانوا يودون أول شيء كانوا للقطر للكويت نسجل أغاني وطنية والأغاني الرياضية للمناسبة الرياضية لك أغنية أكثر من أغنية شهيرات أيام كأس الخليج الله نعم وبعدين عاد لفوا شوية كذا على القاهرة صحيح وودونا للقاهرة وتم لكن البداية كانت صعبة في داخل البلد يعني ما كان في استوديوهات غير استوديو واحد يمكن في الإذاعة ما في بس هو ذاك الاستوديو الوحيد باقي يعني اللي في الإذاعة. في الإذاعة أي إذاعة أي موقع كان في وادي الكبير وادي الكبير وانت من يعني المؤسسين الإذاعة يعني كانت 70 هناك هي الإذاعة قبلنا احنا قبلي انا ما اعرف عن باقي المجموعة لان انا كنت عايش في المقيم في البحرين ذيك الفترات وجيت الى عمان في 1972 انت كنت تغني من هناك من ايام البحرين انا كنت اغني هناك وسجلت اغنيتين هناك في البحرين وجبت بكره صغيره كذا ما كنت اعرف ان بيصيدني الحظ بهذا الاسلوب كان اذكر استاذ عبد الله صخر العامري الله يرحمه لما جبت له الشريط وكذا واحد اسمه استاذ يوسف كان بعد واحد مصري هناك مهندس يوسف حجازي اتوقع ما يوسف حجازي تذكر بعدين جاي صار يوسف حجازي عطيته الشريط قلت له انا فنان وكذا 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 هذا الاستاذ عبد الله استاذ عبد الله هو سبق ان جاء البحرين استاذ عبد الله ما اخذ دورات هناك اذاعيه وما شابه ذلك لان كانت اذاعه البحرين قويه في تجربه بالضبط وكانت تسبقنا اي طبعا يعني كانت قبل اذاعه البحرين قبل اذاعه البحرين القديمه يعني وجيت هنا كنت معروف في البحرين ابو محمد كنت معروف يعني بس الفتره على مستوى الاعلام كنت معروف ولا على مستوى لا على مستوى الحله ولا الفريج لا ما الفريج احنا كنا مكونين فرقه اسمها فرقه النجوم فنحيي حفلات مثلا للاعراس لاي حفله مناسبه حلوه حفلات وطن للمناسبات الوطنيه مالهم من ضمنهم من كان معك من ضمنهم كان معنا جعفر حبيب
جعفر، جعفر حبيب معاي، يعقوب بمطيع، في بعد واحد غير محرقي محمد، محمد توفى توقع، توفى على ما اعتقد في الحادث الله يرحمه في الحادث الطيران هذا. مجموعة شباب، ما كان أستاذ إبراهيم حبيب وما لا كان. إبراهيم حبيب هو اللي دخلني أنا في الفن. إبراهيم حبيب بعلات أكبر منك إبراهيم حبيب؟ إيه أكبر عني. يعني إحنا كانت مناسبة لاختيار أصوات في نادي الولعة في البحرين، وقالوا لي جاسم أنت صوتك حلو كذا تعال جرب. لما يا جماعة أنا ما أعزف عود، قال إبراهيم حبيب موجود هنا، أستاذ إبراهيم موجود. أنت كنت تعرفه؟ هو يعني كنت في نفس المنطقة بس سمع عنه إعلامياً؟ لا إيه كان اسم يعني. كان يغني هو ذيك الأيام في له كمين أغنية كذا موجودة ومجموعة ناس يعني. فالخلاصة هو عزف لي أغنية كذا أذكرها مالت أبو بكر سالم مش عارف إيش، هو عنده الصوت عالي أنا صوتي قليل، والمهم مشيته وخذونا الجماعة في الفرقة ومشت العملية. عودتك لعمان 72-73 كنت باسم شادي عمان ولا جاسم عبد الله؟ لا جاسم عبد الله. جاسم عبد الله، من اطلق عليك شادي عمان؟ والله بعض من الشباب وتبخرت في راسي ومشيناها. عجبتك؟ عجبتني الكلمه ومشيناها. واعلاميا خلاص ما عرفت غير شادي عمان؟ لا ما اعلاميا هي بس في البدايه كانت جاسم عبد الله، كان غنيت باسم جاسم عبد الله. ايه وبعدين عاد تغير الاسم طبعا، ما انا كان خذيت موافقه مش من الاعلام، ما ممكن تعمل حاجه كذا يعني لله في لله، لا لازم تعمل الموافقة من وزارة الإعلام سابقا. فأعطوك إنه فأعطوني الموافقة لجاسم عبد الله. نعم شادي، نعم شادي عمان. أي نعم. أول أغنية وطنية غنيتها اتذكر؟ نروح لنصيب، أنت متذكر أغاني يعقوب نصيب؟ شوي ما مو لهناك ما شاء والله. خلنا الحين ما نسمع نصيب، نسمع نصيب، نسمع نصيب. نصيب إيش بتذكرنا ب أغنية وطنية للوالد إيش؟ بشرى عمان. بشرى عمان نسمعها يلا. بشرى عمان ولتسعدي بالأمس يومك والغدي، بشرى عمان ولتسعدي بالأمس يومك والغد. العيد يأتي مشرقا ولقد زرعت لتحصدي، العيد يأتي مشرقا ولقد زرعت لتحصدي. جد الرجال وعزمهم يدعو لفخرك فاصعدي، جد الرجال فعزمهم يدعو لفخرك فاصعدي. أمضي لمجد رائعا أعلي البناء وشيدي، أمضي لمجد رائعا أعلي البناء وشيدي. بشرى عمان لتسعدي، بشرى عمان لتسعدي، بشرى عمان لتسعدي بالأمس يومك والغدي. بشرى عمان لتسعدي بالأمس يومك والغدي. العيد يأتي مشرقا ولقد زرعت لتحصدي، العيد يأتي مشرقا ولقد زرعت لتحصدي. جد الرجال وعزمهم يدعو لفخرك فاصعدي، جهد الرجال وعزمهم يدعو لفخرك فاصعدي. أمضي لمجد رائعا أعلي البناء وشيدي، أمضي لمجد رائعا أعلي البناء وشيدي. بشرى عمان لتسعدي، بشرى عمان لتسعدي. بشرى عمان لتسعدي بالأمس يومك والغدي، بشرى عمان لتسعدي بالأمس يومك والغدي. العيد ياتي مشرقا ولقد زرعت لتحصدي، العيد ياتي مشرقا ولقد زرعت لتحصدي. بشرى عمان لتسعدي بالأمس
يدعو لفخرك فصعدي جهد الرجال وعزمهم يدعو لفخرك فصعدي امضي لمجد رائع أعلي البناء والشيدي امضي لمجد رائع أعلي البناء والشيدي بشرى عمان لتسعدي بشرى عمان لتسعدي الخير ينشر ظله في كل أرضك يغتدي والكل يعمل مخلصا يلقى النجاح ويهتدي الخير ينشر ظله في كل أرضك يغتدي والكل يعمل مخلصا يلقى النجاح ويهتدي والجيش يحمي شعبنا ويذود عنك ويفتدي والجيش يحمي شعبنا ويذود عنك ويفتدي للنصر يمضي دائما ويرد كيد المعتدي للنصر يمضي دائما ويرد كيد المعتدي بشرى عمان لتسعدي بشرى عمان لتسعدي جميلة صوت نقي ورائع وجميل ومؤثر شكرا جزيلا أستاذ يعقوب نصيب شكرا نصيب يعقوب نصيب أنا ما أقدر تميز ما شاء الله بين الصوتين لا الصوت جميل أبو محمد إيش رأيك جميل جميل جدا جميل خلاص جميل. يعتمد وإداء حلو إداء حلو حلو بدون ما أنت ميزت الحين لو بس لو ما كنت تشوف عليه تقول يعقوب اللي يغني نعم نعم صحيح ابو زناد قال صحيح صحيح ها صحيح تحيه لكم انت الوحيد اللي تغني اي نعم نصيب انا الوحيد اللي طلعت على الوالد ومره ماخذ الصوت سبحان الله والعزف كل شيء ماخذين ابى اشوف ما شاء الله واخوانك الاخرين لا متذوقين والله. بس اي نعم متذوقين انا الوحيد اللي مستمعين مثلا ايوه بس انت عندك محمد ما شاء الله ايضا انا عندي محمد وعندي طلال اي وكلهم يغنون حتى طلال طلال عازف 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 آلات وترية ونحاسية والحين ما موجود في دراسة في الخارج الله يوفقه إن شاء الله أما محمد موجود معنا محمد كان المفروض أن يكون مع نصيب هنا والله بأمانة خبرته قال لي مشغول عندي وفعلا خبروني مشغول خبروني فعلاً فعلاً من هذا التوفيق إن شاء الله جميع هو صديق نصيب أيضا إيه نعم صوته كيف الصوت لا صوته جميل شادي عمان صوت شادي عمان صوت شادي عمان مثله نعم بس شوية في خشونة بعد أيوة بس خشونة الجميلة يمكن أي يا جميلة لا يوم لازم نستضيف ما شاء الله عليك متى ما كانت الظروف زينة توسط لنا أبو محمد معه إن شاء الله ولهمك تفضل أنت ما شاء الله عليكم روحك خير وبركة جزاك الله خير وبركة مريم الفارسي شو أخبار المتواصلين معنا عبر وسائل التواصل والله تواصل جدا جميل وراقي جدا والأحلى أن نحن أيضا طرحنا سؤالنا على متابعينا كيف كان احتفائهم باليوم الوطني إيش الأشياء الجميلة اللي سووها كان تفاعل جدا حلو أنا أحيي كل اللي تابعونا عبر الإنستا لايف وأيضا اللي يرسلونا رسائل على الدايركت واللي وجهوا لضيوفنا أيضا التحايا
ولك انت ايضا استاذ خالد ولكل طاقمنا. فقط ناخذ المستمع الكريم كذا في افكار متابعينا اللي رسلوها لنا، ويمكن اللي يسمعونا يقولوا ايوه انا سويت كذا بعد. في تعليق جميل يقول احنا عملنا مسيره وكانت مسيره حلوه ومنظمه حلو كثير، اهم شيء تحقيق الاهداف هي السعاده والحب والانتماء ضمن القواعد والنظام. ايضا في تعليق ايضا من فتاه جميله تقول بكره عندنا احتفال بجامعه نزوه، الله. يعني احلى حاجه في نوفمبر بدايه استعدادات يوم العرس العماني، وايضا تستمر الافراح لا نهايه شهر نوفمبر. كل التوفيق للي يحضرون واللي ايضا يصدقون في هذا الامر. مستشفى صحم امس كانت عندنا حفله جميله، الله الله، وما في احلى شيء من انه كلنا طاقم عمل نجتمع في اجواء حب واجواء انتماء، ونجدد الابتسامه بيننا، ونجدد ايضا رساله عملنا اللي هي لوطن نحتفي فيه بيوم، ونجدد هذه الطاقه لايام وشهور قادمه. ايضا من التعليقات الجميله حفلنا كان منظم وجميل، واهم شيء فرحه الاطفال، وفي صحم كان احتفالنا كبير جدا. ما يمكن نقول من صحم ومن كل مكان كل نعبر بفرحته، ومثل ما قلت لكم متابعينا على الانستا لايف كل حد يقول احب امي اكثر، فكل حد يقول انا احتفلت بوطني اكثر. خلوا احتفائكم دائما يكون بعملكم وبانجازاتكم، ان كنت طالب شد حيلك في الدراسه، وان كنت ايضا موظف في احد القطاعات ايضا ابهرنا بنتائجك. كل التحايا ايضا سجلت متابعينا من وين يتابعون الاشياء اللي وحت، يعني وحت بالعماني اي طبعا باللهجه اي طبعا وحت. الاشياء اللي وحت اسجلها سجل اللي ما يعرف اللي مدانة يعني إيه. ايضا من مسندم، من بديه، من مصر، من المنصوره، من شرم الشيخ، من العراق، من دول الخليج ايضا تحدثوا معنا، من بريطانيا ايضا، من قريات، من روي، من العامرات، من نزوه، من الخبوره، ومن السيب، ومن صحار، ومن كل مكان تقريبا. يمكن معظم محافظات السلطنه كانوا معنا في اللايف، بس اللي وحده سجل تحيه لهم. ايضا من التعليقات الجميله في ايضا طالب كاتب لي انا في المدرسه قلت قصيده عاد، انا قلت لهم كتبوا لنا القصيده، ما كتبوا لنا. يا المدارس والجامعات تطلع مواهب، مواهب جدا جميله ومهني فعلا ومتنفس، ينتظروا جداً. هذا اليوم استاذ خالد، متى اليوم الوطني؟ متى نحتفل؟ متى اليوم الوطني؟ واحلى لبس واحلى اطلاله، والجميل ان ايضا اولياء الامور يحضروا مع ابنائهم في المدرسه، فنحسس انه هذه المناسبه مش انا فقط لمعلمي، لايضا زملائي، لا هي لعائلتي، لمجتمعي باكمله. ايضا من التعليقات المثريه في شخص كاتب لي ابني طالع عليكي مريم يحب المشاركات بالاحتفالات دائما، ما ادري انا احب اشارك في الاحتفالات. أكيد بس هو قال يحب يشارك. ما في واحد مننا الا مر على الاذاعه المدرسيه، اكيد ما في واحد الا مر بالفعل على المسرح المدرسي، وايضا ما في واحد الا مر على الكشافه او على المرشدات بالفعل. وانا اشجع ان اولادنا وبناتنا لازم يكونون في هذه الأنشطة. جميل. من هنا يطلع الإبداع ترى. من هنا يطلع الإبداع، ومن هنا صقل الموهبة. ما في حاجة اسمها تأجيل، وما في حاجة يا معلمي العزيز اسمها أني أميز طالب على طالب. أنت بإمكانك أنك تثري الجميع وتعزز مواهب الجميع في آن واحد، فلا أيضا تخسر موهبة وتخسر الوطن إبداع. أيوة، فإحنا كلنا ممكن نعطي في مقياس متساوي. شكرا لكل اللي راسلونا، لكن ممكن نرجع لحديث ضيفنا نعود مع تعليقاتكم متابعين اللي الحين راح نستمر وياكم في اللايف، ومستمرين معهم إن كان على الانستغرام أو على تويتر، وهم متواصلين معنا، فلهم كل التحية والتقدير، والتحية أيضا لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. يا بلاد السعيد يا حبيبي فؤاد.
نتواصل معكم من المزن مول على الهواء مباشرة وعبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ولازلنا نعيش هذه المناسبة العزيزة، مناسبة العيد الوطني 47 المجيد، وإن شاء الله تنعاد هذه المناسبة على هذه الأرض الطيبة بالخير والأمن والأمان، وعلى سيدنا مولانا جلال السلطان الله يحفظه بالخير والسعادة، وإن شاء الله تنعاد عليه هذه المناسبات أعوام وأعوام وهو في صحة وفي سعادة. وضيفنا اليوم ونرجع إلى هذه الذكريات الجميلة شادي عمان، برحب بك أبو محمد. رجعتني صحيح ذكرياتي، أشوفك ساحت مع الأغنية هين مشيت. نعم أنا رجعت هين، وصلت جميلة جميلة جدا. وصلت إلى الماضي. الله الماضي الجميل. الماضي والماضي هو يرد هو ينعشك إلى المستقبل. أيوة بالضبط، ينعشك إلى المستقبل. أنت ذكرتني، تذكر الأغنية هذه لصالح حسين قاسم على ما أعتقد الكلمات. أفتكر وصلت. إيه وصلت. واللحن، اللحن ما ذكرت صدق. ما أنت والله ما أنت أنت اللحن. لا. لا ما أظن ما لحن ما أظن ما أدري والله أنا اللي وين 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 سجلتها وين غنيت هذا هنا في في مصر في مسقط. في مسقط. إيه تتذكر سنة كم؟ لا. لا بس بعد السبعينات. هي بعد هي في الثمانينات بعد تسجيل الإذاعة. هي في الثمانينات. في الثمانينات. هي في الثمانينات بداية الثمانينات. لك في السبعينات شيء إلى اليوم تتذكره؟ أغنية كذا معروفة مشهورة إيش غنيتوا في الثمانينات؟ كنا عن السبعينات. السبعينات عفوا كنا نغني الأغاني أنا وحكم ويعقوب وأخونا، كنا نغني أغاني عاطفية بس. أي لا في المناسبات الوطنية. المناسبات الوطنية إحنا ما كنا نغني، يعطونا الأدوار في المسارح وما شابه ذلك اللي أكبر منا. هاي في السبعينات. هاي في السبعينات. أنا أتكلم. إيه؟ تجيت 73 عطيت الأستاذ عبد الله صخر أغنية اللي جايبها من البحرين أجازك. أوكي. طيب المرحلة الثانية. المرحلة الثانية أنا رحت بلشت شوية مع محلات غالب. أو اللي في مطرح. اللي في مطرح سجلت شريط واحد عنده. عاطفي هيك. عاطفي برفقة المرحوم حكم حكم كان يعزف. حكم كان يعزف لي أنا. وأبو نصيب. وعم إسحاق. عم إسحاق تحية. تحية له. إيه طبعًا. ومشكور على جهده ذيك الأيام يعني ما قصر حقيقة يعني. إلى اليوم شباب ترى. لا ما طبعًا هو. شباب. هو شباب شباب القلب. إيه طبعًا. شباب القلب وكل إنسان يعني. صحيح صحيح إنزين. ف. سجلت شريطين أظن، وبعدين عاد اتجهنا للإعلام لأن الإعلام كونت فرقة فنون شعبية في يعني في 74 كونت فنون شعبية. فبديتوا معاه. فابتدينا كل الفنانين ما قصروا الإعلام يعني لا يوم من يعني خذوا من المناطق من الولايات الفئة الزينة منهم. جمعوهم في فرقة في عدد ما يقارب حوالي 55 شخص. عملت شغل حلو فاك الوقت. شغل جميل. ايه. وقدر المستطاع أن احنا نأدي بما هو أجمل من هذا. أجمل. وجابوا فرقة من مصر وعاشت معانا هنا وكوننا حفلات وامسيات وفنون شعبية في كل الولايات. عملنا مهرجانات خارج البلد. عدة مهرجانات. من كانت تلجأ له في هاك الوقت الأغنية الوطنية؟ كاتب أو ملحن؟ المفروض أن يكون الاثنين مع بعض. تروح مع من؟ أحاول أدور الكلمة الزينة يعني. أمر عند من الأسماء الشهيرة؟ كان أياميها أحمد والله ما أذكر أحمد كان في الإذاعة موجود هو في أحمد فارس. أحمد فارس رحمة الله عليه. رحمة الله عليه أحمد فارس اليافعي. نعم أستاذ أحمد كان أحمد فارس كان يعني كاتب كلمة عاطفية صحيح ووطنية. أتذكر رحمة الله عليه. إيه أحمد فارس. نعم 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 نعم. وكان ما خذيت شيء من الأستاذ عبد الله صخر العامري ذيك الأيام. ما خذيت شيء. ما خذيت ما خذيت حاجة من لأن أنا شوية في اللغة العربية ضعيف. اي بس لا يحفظوك ما شاء الله وانت ممتاز كنت شوية يعني لك حب يا بلادي غنيتها بالعربية. اتكلم بالحق افضل يعني. لا لا بس واضح واضح بس اكيد دربت. أنا عندي ميزة وهذه هبة من الله سبحانه. لما اسجل هذه الاغنية او لما نلحن هذه الاغنية كان الدكتور عبد الرب ادريس موجود في قصر البستان ومجموعة من الفنانين موجودين معنا يعني ياخذ مثلا في اليوم هو يجمعنا كلنا وفي الليلة الواحدة يلحن لشخص واحد. الله
أساس أن هذا المجموعة اللي موجودة هنا يستوعب منه هو، يأخذ الفكرة منه هو كيف يلحن وكيف عصبيته وكيف هدوءه، لأن الألحان شد مد جزر. صحيح صحيح، فما يبغي واحد يزعجه في ذي ال دكتور عبد الرب. يي المرحلة الثانية عاد، يعني يي افتكر ما بعد الثمانينيات مع بداية التسعينيات تقريبا كده. يعني دكتور عبد الرب إدريس على الرميثان، أستاذ عبد الله الرميثان على أستاذ يوسف المهنة اللي غنيت الأغنية هذه في القاهرة، مش هذه في القاهرة، في القاهرة. لكن لكن في السبعينيات الأشهر كان تسجيل، وتفتكر ما لحقت من ضمنهم الجيل اللي كان قبلك، ما الإذاعة اللي كانت في بيت الفلج، الإذاعة اللي في المقر الحالي بس ما الحالية، اللي كانت بالصندقة وكانوا يفرشون حصير برا فترة المساء ويطلعونهم في الإذاعة ميكروفونات ويغنوا هناك ويسجلون هناك. هذه ما لحقت على هذه الفترة، يمكن أنا ما كنت موجود، ربما ما أدري. هذا كان المرحوم سالم راشد الصوري، هذا أنا سمعت عنها المرحلة طبعا ما شاهدتها، لكن سمعت عنها. سالم راشد الصوري كان والد عوض حمد حليس، أتوقع حمد كان رحمة الله. أنا حمد ما شفته، ما شفت حمد. حمدان الوطني، حمدان الوطني معاي كانوا يغنون. أقول لك شوف تخيل يعني كيف كانوا حبهم للأغنية الوطنية وحبهم أنهم يشاركوا بهذه الأيام في الاحتفالات. الإذاعة تفرش حصير، التلفزيون ما كان فاتح في هذاك الوقت، التلفزيون فتح 74 فاتح، وكانوا يغنون هناك ربما فترة المساء القمرية على قولتهم، ويغنون. إلى اليوم في بعض الأغاني محفوظة في الإذاعة. إحنا كنا هناك نصور أغاني في النادي الثقافي بعد. إيه هناك كان عملوا النوع السبلة بعدين عاد، بعدين هي. ومعنا ما فتح التلفزيون، معنا الفرقة أيوة والتلفزيون أيوة. أول ما فتح بعد يعني كان نفس ما أخذت الإذاعة قضية التصوير للأغنية الوطنية. صحيح صحيح، وغنى مجموعة كبيرة، مجموعة كبيرة صحيح. ما نسمع بس هالمرة بيعزف نصيب، وبعدين بحكي لك عن المهرجانات بيعزفها، وبحنا ما ناخذها من هناك. تتذكر يا ميمونة؟ ليش يا ميمونة؟ من هين جت الأغنية؟ هذه الأغنية عجبتني. هي أصلا جابها سعادة دكتور سعادة موسى جعفر. أي نعم، غناها في مسرحية في نادي مطروح. دكتور الله، دكتور هو يعني نعم سعادة دكتور نعم موسى جعفر في مسرحية لنادي الأهلي. الله، من زمان، وكان تحدي بين نادي الأهلي وبين نادي عمان. نادي عمان لما يفوز الكاس يسوي حفلات، لما يسوي حفلات يا سلام وتنافس شريف طبعاً، ممتاز. وطلع لنا أستاذ صالح شويرد، وطلع لنا صالح زعل، وطلع لنا جمعة الخصيبي وسعود الدرمكي وفخرية وأمينة وأستاذ طالب، مجموعة ومطربين طلعوا من هنا. مضبوط. فالمهم ان سمعت هاي الاغنيه في المسرحيه، ايه وعجبتني صراحه، ضربت في الراس هي كلمات بسيطه وخفيفه، وفي نفس الوقت ذيك الايام ما كنت اعرف ان الدوحه هنا وشطيفي مثل ما انت تفضلت المساحه، بس عجبني اللحن وقلت بغنيها. فاستأذنت، قال لي عادي، جاب لي شريط كاسيت كذا وسجلته. ضربت وسجلتها في كاسيت صغير كذا في محلات غالب، وبعدين غنيتها في مهرجان الأغنية البحرينية الأول، مهرجان الخليجي الأول في البحرين، فأخذت مساحة مع فرقة هالمرة. هناك كان مهرجان لجميع دول مجلس التعاون، ومن الفرق من الكويت من البحرين، احنا مشاركين بإيقاعيين وثلاثة مطربين، أنا وعقب اللهم كلمة أنا وأستاذ حكم الله يرحمه والأستاذ عوض حليس، وغنينا وخذت جو لطيف يعني. لا واشتهرت، والحين ما زاد كل ما يشوفون اي احد من الشباب يا ميمون بنسمعها بيعزف نصيب يعقوب نصيب. زين اذا كان حافظنها اكيد. لا والله لا هو حافظها زين يغنيها. اوكي معني اقول مقطع بس، يلا قول وبنكملها من هناك بعدين. توكل على الله، عند خالد. يلا، لحن بسيط وخفيف وواصل. Thank you.
عشبكم سار فارم زنينا يا ميمونة سارة ليلينا عشبكم سار فارم زنينا عشبكم ساير البصر أنا ثرياوي يا زيني عشبكم ساير البصر أنا ثرياوي يا زيني ميمونة لشادي عمان غناها أكثر من مطرب أبو محمد صح الأغنية؟ هو أنا حقيقة فتحي غناها فتحي محسن فتحي محسن إيه صح صح استاذنك صح؟ صح والنعم بيه هي قال لي قال اتصلت بشادي وتحياتي إليه تحياتي إليه طبعا غناء كبير أيضا فتحي كان معنا في ليلة من الليالي أيضا صوت وعزف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه بس قال غيرت يقول بدل يا ميمونة يا مفتونة غنى هو غناه وغير الكلمات حتى الداخلية شوية غير أيوة غير صح 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 زعلوا جماعة ميمونة وجماعة شطيفي لوجه تحية طبعا لأهلنا في شطيفي طبعاً طبعاً تعرف المكي تعرف شطيفي عرفتها من أغنيتك بالدوحة صدق والدوحة ورحت متعني عشان أشوف شطيفي وأشوف الدوحة الحين ما تقدر تشوف الشطيفي لا الحين لا لا الحين ما بس سابقا كان ممكن تنزل لها بالسياره وتشوفها على طبيعتها بالضبط صحيح الان توسعات ما شاء الله كذا الحي الميناء اخذ المساحه هذه كلها اي بالضبط في توسعات وجزاهم الله خير عموما الشركه لان نقذوهم من هذاك المنطقه اي طبعا فتحيه لهم حتى اهل الشطيفي لهم التحيه طبعا واهل طبعاً الدوحه طبعاً طبعاً ايضا انت كنت تعرف ان انت من اهالي مطرح صح انا من اهالي مسقط مسقط هي. من هي من مسقط في عدة أماكن سكن في الطويان وكذا ورحنا في المنطقة الداخل سكننا هناك فترة وبعدين هاجرنا ورحنا للبحرين ما قعدت مطرح ما جيت مطرح لا مطرح ما جيت مع العلم هي توأم توأم مسقط توأم طبعا توأم صح أي. ويعني ما أعتقد واحد يروح إلى مسقط القديمة إلا يمر على مطرح لازم لأن أهالي مسقط ما يستغنوا عن المطرح طبعا وهالي مطرح ما يستغنوا عن مسقط وإلى اليوم ولا بكرة ولا إحنا كلنا ما نستغنى لا عن مطرح ولا عن مسقط لأن عروقنا هناك موجودة أيوة. في البلدين وبعدين العاصمة يا رجال طبعاً عاصمتنا الجميلة يعني أنت لحقت هذيك الأيام اللي كانت عقبة ريام عقبة ريام راحق عليها و على فكرة أستاذ عبد الله ساخ كان مدرسنا في الصف الثاني في مدرسة السعيدية رحمة الله عليه الصف الثاني هذا الكلام يعني قبل الستينات ذكرته ولا ما ذكرته بعدين يوم التقيت به ذكرته ذكرك ذكرته هو يتذكرني أنا أنا لما جيت هنا وحصلته قلت له كذا 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 قال أيوه رحمة الله عليك الله عبقري عبقري الشيخ لطيف وحبوب في كلامه هدوء يا الله هدوء وحاضن الجميع على فكرة نعم من نعم صغير وكبير نعم وداعم دعم حقيقي نعم شيخ نعم عبد الله نعم نعم, نعم, نعم أنا أقول لك أنا على المستوى الشخصي فقدت الشيخ عبد الله بن صخر ما بس أنت والله كل الفن هذا الشباب الفن البعض. وغير الفنانين حتى على المستوى الإنساني يا أبو محمد على المستوى الإنساني رجل رائع جدا نعم رائع جدا فقلت لي عقبة الريام اللي كنتوا يعني بصعوبة وانت طالع وانت نازل هذا درب الغول احنا نسميه درب احسن نعم نعم الله للحين باقي تراث شايفنا وما اي سيارة كانت تطلع البيتفورد صعب عليه صعب تخيل انك انت تطلع على البيتفورد وتمشي هناك صعبة كانت صعبة تخيل اليوم
اليوم الأمور سهلة، الله يسهل عليه ويسر لأمره إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الله يحفظه لنا، الله يحفظه لنا. نعم حقيقة أن اللي استوى في هالبلد ما استوى في أي بلد آخر. الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نعمة على هالنور هذا وعلى هال صحيح الناس الطيبة، الحياة اللي كنا محرومين منها أحيانا من أول وجديد. الله دروازة أو الأبواب اللي معروفة في مسقط تتسكر من الساعة كم؟ الساعة تقريبا 10 من مريض خلاص تسكروا إيه خلاص اللي برع برع اللي برع برع داخل إيه إيه. ويوم تطلع للضرورة تشيل معك سراي وهنا عندك مطرح هذا وادي عدي وادي عدي عند المدخل إيه الساعة 7 ما تدخل خلاص. أنت لحقت أبو محمد صح على هذا الأمر؟ أنا لحقت على بوابة مسقط وإن إحنا كنا صغار نخاف نجيني هي صغار احنا ما بس باب المثاعيب بعد يسكر كان يتسكر موجود موجود انا كنت شليت سراي ولا ما شليت؟ لا لان طلعنا من هناك سكننا برا يعني برا في الطويان. نعم نعم منطقه نعم. الطويان اي وسكننا هنا عند بيت متحف الزبير اي اللي الحين متحف اللي الحين متحف الزبير نعم. مقابل هناك بعد كنا ساكنين احنا في هذيك المنطقه اللي في هذيك المنطقه الوديان لما تنزل عاد ما يحتاج تخيل تخيل يا الله والآن الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يعني تغير وجه البلد بالكامل كثير كثير يا أصدقائي عشان كذا أنتوا كنتوا متحمسين تغنون هذيك الأغاني الوطنية الحلوة ترى شوف هذا الشيء الأغاني والحاجة والفرحة هذا ما ينبع إلا من عطش الإنسان لما يكون عطشان يشرب يبغي يشرب يبغي يشرب الله فهذا الإنسان يبغي يطلع ما في جعبته أيوة ما في داخله أيوة 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 هذا هو اللي يسر وهذا الشيء طبعا ما بس لنفسه هم هو يعطي حل للمستمع وانتوا زرعتوا يعني هذه الوطنية وحب البلد وحب جلال سلطان من خلال أغانيكم لأنها كانت لله. كانت صادقة تعرف الحمد لله كانت صادقة وطالعة من القلب وما مقصودة لمادة أو شيء لا مقصود لا إن إحنا نأدي لا لا أنا عفوا يعني إحنا كنا فعلا ما كنا نفكر صحيح فيها فهم. نفكر إن نبغي نغني نبغي نسعد الآخرين ونسعد نفسنا في نفس الوقت الله. المادة تيجي وتروح لكن هذا يبقى هو أشوف الأغاني الآن هذه من كم سنة يبقى تراث يبقى تراث بالضبط غني يا دانة وافرحي يا مسقط مسقط أيوة وافرحي يا مسقط ونتكلم عن مسقط هذه ذكرها دكتور كلمات كلمات والله الكلمات ما أتذكرها لكن اللحن للدكتور يوسف المهنة أنا أتوقع الكلمات واللحن للدكتور يوسف الكلمات اللي صح شوف أنا قلت لك ما أتذكرها صح كلمات هذه سالفتها سالفة الله يسلمك هذا كنا رايحين في القاهرة نسجل أغاني وطنية وما وطنية نغنيها لمجلس التعاون أيه ففي واحد من زملائنا مطرب جديد عطوه الأغنية هذه وداها هناك معه ورحنا جات أوامر من والده يا ريت لو يسمعنا حبي يقول لي كلام بمحمد صح جات أوامر من والده قال ما تغني يا أبوي يا سيدي هو واصل إلى هناك هو واصل هناك رفض الوالد قال ما تغني فبالنصيبك صارت الأغنية رشحوني أنا أن أغنيها عطوني إياها اليوم نهار ثاني مسجلها ما شاء الله لأن ما عندنا وقت وقت كان ضيق جدا وكلمات خفيفة ولحن خفيف الدكتور يوسف المهنة أنا سامع له أغاني من أغاني أخوه عند المحسن أغاني الله كان حلوة وخفيفة ودائما ألحانة بسرعة تنحفظ تنحفظ ما في وتنهضم أقول لك بسرعة هذه غني يا دانا وافرحي يا مسقط يا مسقط صحيح عيوني يا بلادي الخضرة باسمك أنا غنيت ما خابت ظنوني بسواعد سمرة تبني وتحمل بيت يا كحلة عيوني يا بلادي الخضرة باسمك أنا غنيت وما خابت ظنوني بسواعد سمرة ابني وتحمل بيت مبروك يا بلادي مبروك
مبروك يا عمان. في الخليج محط على شواطئ عمان. غني يا دانا غني وافرحي يا مصر ألف ليالي بدان. الشروق موالة في الخليج محط على شواطئ عمان. مبروك يا بلادي العلم والإيمان شيدنا للأجيال ويعزي وسنادي بين الأمم لكشان بالقول والأفعال. عمار يا بلادي بالعلم والإيمان شيدنا للأجيال ويعزي وسنادي بين الأمم لكشان بالقول والأفعال. مبروك يا بلادي مبروك مبروك يا عمان. غني يا دانا غني وافرحي يا مصر ألف ليالي بدان. الشروق موالة في الخليج وحط على شواطئ عمان. مدى الدهري عماني ولازلنا معكم مستمرين في أفراح نوفمبر وليلة أخرى من ليالي نوفمبر من هنا على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من المزن مول في الحيل الشمالية. وغني يا دانا وفرحي يا مسقط لضيفنا العزيز شادي عمان اللي سرح مع الأغنية وراح بعيد وراح ما عرف وين وجانا. انت عندنا ولا بعيد عننا؟ انا محمد نصف ينشي. نصف مثل برجع نصف الماضي في هذه الاغنيه الله. ونصف الحاضر. انت رجعتني زمن حقيقه جد يعني شيء اني نسيته لكن رجع. يوم سمعت اشوفك تتذكر اتذكر وسارح ورايح بعيد. استاذي تشوف اي شيء لما يتمم كل شيء على ما هو عليه لازم تستانس منه. الله يعني اللحن كلام جميل، الفرقة رائعة، الكورال وشادي عمان أجمل. لا أنا بخلي شادي عمان أجمل. أنا آخر شيء غنيت بروح حلوة وكنتوا تغنون بروح جميلة. ترى مثلا بعدني أقول لك مرة ثانية، العطش هو اللي خليك تشرب. أيوة هو اللي خليك تشرب، وإحنا شربنا من هالذوق الجميل. الله بأمانة الله. مريم الفارسية، وين جمهور شادي عمان وين الناس معانا ولا ما معانا؟ أكيد معانا، وأنا أشكر كل اللي تواصلوا معاي على الدايركت أو تركوا لنا تعليقاتهم على الإنستا لايف. لضيفنا كتبوا لك حبي لشادي عمان من أجمل الأغاني
وتذكرت الوالد الله يرحمه على صوته. الله يرحمه يا علي، وشكرا لك ولمتابعتك الخالصة. أيضا تحياتنا لضيفنا الكريم شادي عمان، فنان جميل ورائع. أيضا عن العزف قالوا أداء جميل وإحساس أروع. أيضا شكرا لكم على كلماتكم المرهفة اللي تدل على أذنكم الموسيقية ولروحكم أيضا المعبرة. عنا برامجنا محمد يسألنا إلى متى برنامج ليالي نوفمبرية، يعني من اسمه نوفمبرية فإن شاء الله يخلص شهر نوفمبر ونرجع كل سبت معاكم من شهر ديسمبر، شهر الشتاء والأحلام وتجديد البدايات للسنة المقبلة. ايضا ضيفنا يعلق ايش فيه ان برد 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 شهر 12 شهر 12 شهر الصرده يا ريت هذا الصرده لا لا ان شاء الله يا رب يا رب جهز انت اليوم اهم حاجه ايضا يقولون تحياتنا لكم من صلاله، وتحياتنا للاعلامي والمذيع الكبير استاذ خالد الزجالي، شكرا لهم جميعا، وللمصممه امل الحسنيه، ولضيفكم الفنان، ولأيضا عازفكم الجميل. شكرا لكم على متابعتكم. أيضا من اليمن يقولون منورين الإذاعة وتحياتنا لكم. شكرا لكل أحبائنا اللي تابعونا على اللايف من اليمن الشقيق. ونرجع لسؤالنا يا أستاذ خالد، كيف كان يومكم الوطني؟ اللي أكيد اختلف كل حد اللي في بيئة عمله واللي في المدرسة واللي مع عائلته، كل واحد يعبر بطريقته وأجواء الخاصة. جميل. كل واحد جميل. لحظة صمت مع نفسه والاستمتاع. أيضا رسالة لطاقم العمل، لكم كل الاحترام والتقدير على جهودكم المبذولة في الإذاعة والتلفزيون. بمهي الرد عليكم على رأسي أهم حاجة، يعني بسرعة استقبلت الهدايا أبو مهير. طبعا أيضا في تعليق حبيته جدا، كتبوا لنا إحنا احتفلنا بقلوبنا فقط، وما أتوقع في أوسع من القلب ولا أتوقع في أصدق من إحساس القلب ولا أجمل وأثمن من الشخص يحتفل في قلبه عن صدق مشاعره. وما راح تحتفلي يا عزيزتي كاتبة التعليق إلا إذا كنت صادقة في هذا صحيح. الأمر صحيح. تكذب الكلمات ولكن القلب يظل صادق. الله. ايضا شعرها البنية يا جماعة شعرها، وين شادي عمان عشان تغني لها؟ وينك يا شادي عمان؟ استاذ خالد استاذ خالد وين يوسف المهنا؟ وينه؟ يلا كملي لا كل حلقة بنسوي اغنية على كذا نخلص البرنامج. عندنا البوم، ليش لا بنطلع عندنا البوم خلاص بالبوم بنطلع بديوان باي شيء ان شاء الله. ايضا من الشرقية كاتبين لنا احنا احتفلنا بالهجن، عاد كل حد وبيئته طبعا، تحتفلوا بتراثكم اللي ايضا وموروثكم وعاداتكم طبعا. الجميلة اللي أيضا نحن نحتفي فيها ونعتز أيضا بها طبعا. من التعليقات أيضا احتفلنا بالبيت مع العائلة وأخذنا صور، ويا كثر اللي احتفلوا في بيوتهم. حلو كثير أن العائلة ترسخ هذا الشيء في أذهن أطفالها، واللي يقول حطيت علم، واللي يقول أيضا سوينا عرسية العيد بعد عرسية العيد. هذه جديدة لا لا استاذ خالد، الناس تحتفل من الساعة 12 بالليل لأنه يوم جديد صحيح. فتلاقيه مواصل للفجر قال سوي عرسية. تعرفي أجمل ما سمعت مجموعة من الأطفال صغار ملبسينهم أهلهم هذه الملابس، إن كانت بنت بألوان العلام، الولد بأحيانا مصر الصغير الحليو أيوة. معطاي العصا، ملبس الخنير الصغير، وقاعدين ينتظرون من الصبح طلة مولانا جلال سلطان الله يحفظه. الله يحفظه. تخيلي وعند طلة مولانا الله يحفظه ويطول في عمره، اللي ركض على الشاشة يبوس، واللي يوم مولانا كان يعني أثناء السلام السلطاني رافع إيد للتحية حية ومعاه، شوف الصورة مؤثرة أكثر. واحد في عمره أتوقع 80 سنة ماسك التلفزيون ويتأمل صورة مولانا. الله، إيش أصدق من هذا حب؟ الله الله الله، إيش أصدق من هذه مشاعر؟ الله، هذا من 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 اللي قال له النور. إلا مشاعره هي وإحساسه، النور اللي انتشلهم من الظلمة بالضبط. دائما إحساسهم إلى صادق لآخر الثواني، ونحن لأن انولدنا في هذا النور إحساسنا أيضا وانتمائنا يظل صادق بالفعل. هذه هي الصورة عشان بس أكون صادق في الكلام، وأيضا مواقع التواصل، وخلي يرجعون المجموعة من يتابعنا الآن. لا والله ما شايف شايف أبو محمد صحيح والله صحيح شايف أبو محمد صحيح هذا صحيح هذا شوف يا نصيب اللي بس سمعنا أغنية بعد شوي وطنية. مواقع التواصل الاجتماعي دائما مرآة صادقة للاحتفاء.
إحساس راقي وجميل. جميل جدا. أيضا في تعليق جميل: أنا مذيعة صغيرة أقولكم السلام عليكم ومساءكم ورد، أنا معكم ريتاج نبيل. وبالفعل دخلت حسابها وهي طفلة صغيرة، حياك الله يا ريتاج. وزين هذه تستضاف في برنامج الأطفال، والله نستضيفك، خلينا سخونا أهلها معانا ونستضيفها إن شاء الله يا ريتاج. شكرا للي تواصلوا معنا أيضا من قطر، مساكم جميل من قطر المجد، وإحنا أيضا نحييكم. وشكرا لكل اللي تواصلوا معنا، يمكن لأن وقتنا ضيق، لكن حلقاتنا النوفمبرية مستمرة وتعليقاتكم دائما محل اهتمام. تنويه بس للمستمع الكريم، بكرة إن شاء الله حلقتنا في برنامجنا يوم الأربعاء مع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، ضيفنا في برنامجنا بكرة إن شاء الله معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، بيشرفنا في برنامجنا. وبكل تأكيد ما نعرف كثير من التفاصيل عن المجال الصحي والمشاريع القادمة، وكيف أيضا ينظر وزير الصحة إلى الجانب الصحي في البلد، وكيف كان نعمل هذه المقارنة بين الصحة قبل 70 والصحة اليوم في 2017. لازلنا معكم، ونصيب يعقوب، نصيب رحب بك، وتحية أيضا لوالدك العزيز الفنان القدير يعقوب نصيب، مسهرين شكله إلى الحين. يسمع؟ قاعد يسمعنا؟ بدري بعد لا جالس يسمع، متابع، يسمع، متابع، متابع. تحية له وللأسرة الكريمة اللي أكيد الآن يتابعونا، وتحية أيضا لأسرة شادي عمان، يتابعوا أبو محمد في البيت؟ يتابعون متابع الآن؟ متابع متابع. إلا محمد، محمد بعيد يمكن الآن عنهم، والله ما أدري. تحية لمحمد وتحية تسلم للأسرة الكريمة. أشكرك. إيش بنسمع نصيب؟ الله نسمع يعقوب نصيب الصغير، نصيب يعقوب نصيب. عيد يا عيد الأحرار، يا مولد الصاح والجبار، يا غيث الخير المدرار، يا غيث الخير المدرار، يا عيدي وطن الزاهر، عيدي يا عيد الأحرار، يا مولد الصح والجبار، يا غيث الخير المدرار، يا غيث الخير المدرار، يا عيدي وطن الزهر. الثامن عشر من نوفمبر يوم بفم العزة يذكر، يوم بفم العزة يذكر، يوم في التاريخ سنذكر بلسان الأجيال الشعر، بلسان الأجيال الشعر. الثامن عشر من نوفمبر يوم بفم العزة يذكر، يوم بفم العزة يذكر، يوم في التاريخ سنذكر بلسان الأجيال الشعر، بلسان الأجيال الشعر. وطني حر حقق حلمه بعد زمان قاس ظلمه، وطني حر حقق حلمه بعد زمان قاس ظلمه، هو أقبل هو أقبل يخلق أمه، هو أقبل هو أقبل يخلق يسكن الكون ثوب الفاخر. تحية لنصيب يعقوب نصيب، رائع رائع يا نصيب، ما شاء الله، من الأغاني المعروفة والمشهورة للفنان القدير يعقوب نصيب. هذه اللي غناها في 83 85 في لندن، في لندن هي هذه، أتوقع هي هذه الأغنية ولا لا؟ لا لا، ما هي ما هي
سجل شو اسمه كانت في لندن احبك انا احبك احبك انا احبك السوق اتسوق ايوه بالضبط أيوة. حافظنها بعد حافظنها نعم جزء بسيط بس ذكرتي بيها ايش رايك سوق؟ محمد زين نزلت سوق نزلت السوق زين ان شاء الله بسيط بس ان شاء الله حلوه هذه من الاغاني الجميله والله انا تحيه لي رائعه حلوه هذا مثل يا ميمونة نزلت السوق اتسوق وسدد ما علي من دين نزلت السوق اتسوق وسدد ما علي من دين وفي لمحه مع المغرب صادفت اسمر كحيل العين وفي لمحه مع المغرب صادفت اسمر كحيل العين يتدلل ويتمايل يتدلل ويتمايل كأنه باشة الغزلان كأنه باشة الغزلان أحسنت يا الله هذه الأغنية أيضا محتاجة إلى تجديد أبو محمد إيش رأيك؟ والله في أغاني كثيرة مش بس هذه لازم فنانين الشباب اليوم مثل نصيب أيوة ومحمد جاسم وغيره يدوروا يجددوهم إيش رأيك نصيب جددوها يا أخي بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني محتاجة نتوقع إلى شوية بس إضافات بسيطة رتوش على قولتهم صحيح توزيع جديد وهيك لا رايع ما شاء الله بإذن الله ابو محمد تتذكر الحفلات على السريع الحفلات تتذكر اللي كانت تعرف وزارة التراث اليوم وزارة التراث كانت فيها حفلات كثيرة احسنت طبعا وزارة التراث انشئت على ما اعتقد 84 على ما اظن 84 بس ما قبل في السبعينات كان قريب من مسرح في مسرح هناك ولو كان بسيط لكن مثل ما ذكرتني في البداية حلو بفنانينا بجمهورة بناسة جمهورة وفنانة يعني حفلات كثيرة من الأعياد الوطنية والناس اللي يجيبوهم من برا عن نفس الشيء غنيت مع من أبو محمد والله مع مجموعة كبيرة صراحة مجموعة كبيرة طبعا غير عن زملائك يعني مشاركة في الحفلات يعني وحكم ايه الحفلات مع محمد عبده في البحرين في أعياد الوطنية هنا مع سميرة توفيق وفهد بلان سميرة توفيق ما غنيت معها لكن ما في حفلات مال طلال مداح الله يرحمه مجموعة الفنانين السعوديين جعل بالي طلال مداح المرحوم هذا خارج البلد ولا داخل البلد لا هذا هنا في المسرح اللي في المسرح صحيح جاء الفنان طلال مداح ومحمد عبده أبو بكر سالم بس أبو بكر سالم ما تعرف وين غنى أبو بكر سالم كم يوم يداولون في وسائل التواصل في الوادي الكبير أيوة. قريب من الإذاعة مضبوط هذا كان في 71 أحسنت العيد الوطني الأول الثاني كذا تقريبا حبيب معاهم محمد زويد الله يرحمه محمد زويد جهني أنا سمعت أنه جهنة والفنان محمد أبو بكر بس صار. كان في حياة يعني هذا المسرح اللي كان متجول احيانا مسقط وظفار وفي المحافظات الثانيه في 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 البريمي سوينا حفلات في صلاله في نزوه في عبري كلها ما شاء الله حفلات اعياد وطنيه والجمهور كان سعيد الوقت وانا سعيد انك تكون بيننا الله يخليك سعيد بنصيب ويقطان ومن يسمعنا اليوم انا اللي سعيد جدا واشكرك استاذ خالد على هالفرصه هذا اقل من الواجب تستحق انت وزملائك اكثر واكثر وكل عام وكل عام الجمهور بالف خير امين يا رب العالمين وجلاله سلطان آمين. الله ينصره ويعزه ويخليه ويحفظه للكل ان شاء الله امين يا رب العالمين احنا بنختم بمن ايش جاهز في الختام نصيب شيء وطني يلا نسمع شيء وطني والجود للعود تهدي أيضا ضيوفنا شادي عمان ويقضان وأيضا نصيب يعقوب نصيب تحية كبيرة لفناننا شادي عمان
ابو محمد شكرا جزيلا لك، نورتنا وشرفتنا ما قصرتوا. وخلنا ما انسى محمود عبيد زميلنا ايضا اللي دور على شادي واتصل فيه واقنعه ونصيب يعقوب نصيب. كل التحية لكم. بكرة إن شاء الله ضيفنا في برنامجنا معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. شكرا مريم الفارسية وشكرا لكل زملائنا، وهذه تحيات المخرج خالد أولاد ثاني، والنهاية مع نصيب يعقوب نصيب. اهتفي للحب في التحية الحياة، وارفع المجد على كل الجبال. اهتفي للحب في التحية الحياة، وارفع المجد على كل الجبال. واشمخي كالطود في عليائه، إن هذا الحق قد دوى صدى. وطني هلت ليالي سعدنا، إذا أتى قابوس وحد شملنا. وطني هلت ليالي سعدنا، إذا أتى قابوس وحد شملنا. فله في كل عين منزلا، وله في كل قلب مسكنا. اهتفي للحب فالتحي الحياة، وارفع المجد على كل الجبال. واشمخي كالطود في عليائه، إن عاد العدل قد إن عاد الحق دوى صداه.